هو اليوتيوبرز اللي كيكون فيه الجنون ولا فيه انا تسمحوا لي نغني واحد ديسك تسمحوا لي انا هو اللي غنات عليا اصاله يا ما قالوا مش انا ليلى ولا من هواك ميلة والمحبك ليه بحبك بس شي مسئلة يا ما قالوا اليوتيوبرز اللي كيتنسى وكيبغي يخلق شي حاجه من عقله ودايره واحد الشخص اخر عارفو راه ماشي 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 ضعيف تيكون شان نقول لكم بلاش لا بلاش نقول لكم واحد الكلمه واحد المصطلح تيكون سمحوا لي تعطلت شويه كيكون واحد المصطلح بلاش نعطيه ليكزامبل ديال لابارتاج ديالو حيت انا محبوب المغرب كيكون شان نقول لكم كيكون كيكون لا لا كيكون الله يدير الخير وصلات المهم لا كي لا انا نقول خلوني نقول كيكون اسمعك ديك سولير لا هزو اه هو ما بغاش تحفظ ليا مزيان قولي علاش حيت هو ما محفوظش راسو بعدا فهمتي كيكون حامض حامض حيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجمهور داخل الوطن وخارج الوطن عواشركم مبروكه بغيت ما تقاسكم حتى شي حاجه وعدوكم يعمى هذه الاولى الثانيه الناس اللي كتبغي تقلد قال لك ممنوع الطبع والنشر والرزق على الله كتكون مكتوبه في لي كاسيت قديم ديال شحال هادي الناس اللي كيضربوا الجنون ما كيقراوش على عباد الله وهي متشكيه دايره لاسيس راك ما واكلش بطاطا والزيتون اوليدي تحيه الناس ديال اكادير شاطراست بزاف دوك الناس دوك الناس دوك الناس كنحبهم كيصيفطوا لي رسائل يوميا كيحبوني وكيتصوروا معايا حتى انا كنحبهم واللي بغى يرد عليا اتصلوا بك الناس من اكادير اتصلوا بيا الناس من اكادير قالوا بان خونا بغى يركب على الامواج على عمري ركبت انا على شي موجه ديالو عمر اعترف بشي واحد كاع نهائيا عمر اعترف به حتى هو ولا طلع دواء عندي الجواب ديالو فهمتي ولا لا انا مشهور عليه بزاف والناس عارفيني مشهور وما كنقولش مشهور انا مشهور ومقهور وباقي تتقلب على راسك فوالا يعني وي خويا بغينا نعرفوا القصه ديالك اخويا مع هذا الجيل العاشق انا 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 دخلتني جنيه عاشق بغات تصاحب معايا وبغات ديرني الحبيب ديالها ولكن انا ما بغيتهاش شي توقع المشكل مع هذيك نساها هذيك مقجبده لي هذيك طلقت وطلقت هذيك الله يعاونها خديت شي بعض خدات براشها خدات العيبات ديالها طلقت الله يعاونها ويعاونها هذيك هذيك خارج الاطار هذيك سير اخويا قال لك الديب اللي توكلوا عندك دير ليه السنسله ما عليناش حنا كنهضروا في اطار الناس اللي باغا دير البوز على ظهر اكشوان الجل اللي بغى يضربك بعدا ما كيقراش عليك ماناجير هذه هي الاولى الماناجير كيمشي معك للاعمال حنا ولينا كنشوفوا الماناجير كيكونوا معاكم حتى في الجنون دابا يا هلا يا هلا يا هلا يعني انا كنقول لهم الرقاد ما تبقاوش تجيبوا معكم الناس يخدموا معكم جيبوا ماناجير يعني تراقي دابا وقال نديروا ليه ماناجير لا من طيح المرض بتركر يجي الماناجير يحط على يديها نوضي راه كاينه واحد الحفله غدا غتنوض دغيا ايوا ها راقي دابا كان كيرقي في شي مراه وحط لها الماناجير يديها على راسها قال لها نوضي غدا راه كاين عرس غتنوض ايوا مع ديك ايوا مع سلو سلو فهمتي انا ما غتقلدونيش وما غاديش تكونوا بحال اكشوان اكنوان اكشوان باش كيمتاز عليكم بزاف ما عنديش قناه اللي كنربح بها وما عندكش حتى عندي ما عنديش التليفون وما كنكتبش الترجه حتى شي واحد بغيت نبقى بلا تليفون بلا قناه ونبقى نهضر في منابر اعلاميه قولوا الدوله يرزقوا قولوا الدوله فلوس كنحبهم وكيحبوني وتنموت عليهم وتيموتوا عليهم ها هو اللي بغيت نقول وما كنديرش الافلام ما كنصنعش الافلام ما كنصنعش الافلام وما كنطلع وما نطيحش بمدينتي مدينتي ديما ديما الفوق ديما هاه وديما هزه هنا وهنا وكاين واحد الفيلم قاصر غادي تسناو ان شاء الله بانني مثلت فيه دير زيف دير زيف مثلت فيه بانني بحال قلتي هذوك اش كيقولوا لهم الرجال اللي ما كان سميتهم المثليين حيت بغينا نعطيو ليهم واحد القيمه صغيره للمثليين حيت المثلي دابا ملي كيجي عندك كيقول لك خويا السلام هذه كتقول له نوض في حالتك ما بغيناش بنادم يبقى يقول لي نوض في حالتك حتى هو بشر الشمع ماشي يرحمش المهم انا عطيت واحد الميساج واحد الفيلم دابا تفرجوا فيه عما قارب السيمانه الجايه غيتلاح سينمائي لا فيلم قصير غيكون زوين غادي يعجب الناس فيلم فيه واحد مصطفى بزاف ديال الناس ديال المشاهدين ديال الجريده بغاو يعرفوا واش غيكون شي جديد غيكون زواج جديد حسب بحال وي غيكون جواز كنتسنى هذيك الورقات نحيدوا عنا من الطريق غادي تكون واحد الدريه اللي غادي نقول لكم يا ربي يا ربي يا ربي تفتح عليا كنتسنى شي دريه تخرج
شي منبر اعلامي وتقول انا بغيت اكشوان عشي انا هزه فوق عنقي وغنجيب عشرات المنابر غنقول لهم يحيى العدل وغنتزوج بها وغنديرها فوق عيني وغنخدمها بالناي ولا عكس سيكيريتي كما كنقول ديما وكنحيي الدريه اللي غتخرج بشجاعه وبشجاعه ما تكونش بغات دير البوز تكون وصافه كيف تشوف هاد الخد السيده تكون زويونه زيد والله دايره الزيف ولا ما دايرهاش تكون مؤدبه فهمتي تكون كتحترم راسها صافي ونديروا لها قناه مبينه معايا مبينه معايا في اليوم شروتيها معاك تبان لا لا هي ما ديرش انا اللي نديرها هي ديرها فهمتي اما بنادم اللي ناعس وما ناضجر حاط يديك يقرا عليه داك الشاب بنادم قايم بنادم قايم وصلتي مع الراقي ديالك شنو الحصه دابا الراقي هاجموه الراقي ديالي هاجموه مسكين حلف والله والله الا هاجموه مسكين ولا 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 دابا كل نهار خارج راقي انا مصطفى بغيت نرقي كبر كبر رقيك رقدوني كيسحبوني حامض كيسحبوني حامض كيسحبوني حامض رقدوني ماشي رقوني رقدوني رقدوني داك السيد جا عندي قال لي انا بدون ما تعطيني ما نعطيك غنرقيك جا قال لي غنرقيك فابور بلا ريال بلا داني رقاني لقى فيا شي حوايج فهمتي اما باش تقول لي انت ماناجر عليك يديك تبقى ناعس راه راني نتغدى تبقى حاط عليا يديك تبقى ناعس سميتها هذيك لاسيس يعني داك عرق بطاطا وزيتون راه ناعس كيفكر في هذيك اش كيقولوا لها شي وحدين اخويا واسمح لي واخا كنتي نبقى نسول اللي شافوا الفيلم ديالك ديال الطلاق مع ايا قالوا راه باغي يديروها لك لا والله ما شوف 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 انا ما كنمثلش كنت كنمثل غنتصالح معاه من غدا وغنديروا ها ها غنطلعوا سليمه كما داروا كما داروا الفيلم انتم غتشوفوه عمري غنرجع انا وياها كلها غيش طريقه كلها غيبلي حياته كلها مستقبله صافي واش قدروا نقولوا خويا ضربتكم العين ولا التابع ضربتنا شوف ضربتنا الودن ضربتنا العين ضربنا النيف ضربنا العنق كل شيء ضربنا ولكن ما يصيبكم الا ما كتبه الله لكم فهمتيني ولا لا اما الناس اللي كدير راسها مسحوره هي ما مسحوره ما والو غيقولوا عليا انا راك حتى تمام مسحور ما والو انا كنبغي الناس ترد عليا اما الا كان واحد غيجي ماناجير غيحط عليك يديه ويبدا يقرا القران راه حشوم ولكن كون راقي بعدا وجي يقرا عليه القران انت ماناجير كتقرا القران ها واش كاين شي ماناجير دابا واش متفقين معايا ولا لا كاين شي ماناجير كيقرا القران ها لا ماناجير كيعرفها عندك حفله غدا عندك حفله بعد غدا واقيلا نسيت كان متشكي كان عنده شي اشهار غدا ودار عليه الرقيه باش يصدق ليه الاشهار هذا الشيء اللي كاين مصطفى خويا بالنسبه للناس يقولوا شي وحدين راه مصطفى واخا اسمح لي ما بغيتش ماشي مشكل مصطفى راه دار الدار ومازال تيقلب على الفلوس وانت حنا عارفين دابا كنقسم فمي بالله الا انا بارك في لوطيل براس امي اللي في القبر بسبب علاقه فاشله علاقه زواج فاشله ماشي فاشله الناس اللي خلوها تكون فاشله وديك الناس اللي خلوها تكون فاشله راه ربحهم وراء الفلوس خلقوا لكم مشاكل الناس عمروك وعمروها شوف كنقول لهم دوك الفلوس بغيتكم تاكلهم في الجنه ان شاء الله في الجنه ماشي في جهنم ما في الجنه في الجنه خليهم ياك والرساله اللي كنبلغ لهذوك الناس كاينين عندي اوديوات بان الناس صفطات اموال لهذيك السيده وهي ما عليهاش وهي ما تسلمات والو اشو هي ما تسلمات والو هي خرجات الزيرو ديالها هذا الموضوع خلي الموضوع اخر شوما بجوجكم دابا ضحايا انت ضحيه وهي هذا الموضوع هذا خلي الموضوع اخر فهمتي باش ما نخلوش بنادم فين يهضر علينا في هضره اخرى فهمتي ولا ديك السيده خلا ابار ديك السيده الله يسهل عليها والله يعطيها منوات صافي دابا تبغي شي دريف لينا وحنا سمعنا بانك شي خطبتي كاع ولا ما عرفتش ماشي خطبت انا يلا غاد واحد الدريه يلا كنهضر انا وياها الا بغات تكون مرا بغات تكون راه غنبينها حتى هي غتبان ودريه ماشي شي دريه زويونه تبارك الله وسطعن بك غتبان غنبينوها وغادي نشكر الجمهور المغربي كامل داخل الوطن وخارج الوطن غنقول لهم انا هي الدريه اللي بغيت هذو المواصفات اللي بغيت تساعدوا معاها لاشين غادي ندير فيها اكشوان وهي غنديروا لها غندير اكش 1 وهي غنسميها 1 اكش 1 1 اكش 1 1 وجوجاتو شنو تقول للجمهور ديالك والناس ود عاشوراء والناس اللي تيديروا السحور الرساله اللي كنبغي نقول لهاد الناس كنقول لهم راه نتوما عندكم ولادكم تكيسوا على ولاد الناس اللي بغى يدير شي حاجه لشي واحد ما يفكرش يدير عليه راه عندكم ولادكم خافوا الله خافوا الله خافوا الله راه ماشي دابا نمشي نشري كيلو اللوز كيلو القرقاع راه بعد الشريحة ونقول عندي عيشورة لا عيشورة هي اتق الله اتق نفسك وعر وشوف الجدر ديالك كي داير كاين اللي والديه زوينين والله عمرها دارك تلقاه هو من شر ما خلق هو اللي بغى فهمتي ورسالتي اليوم الناس تحية كبيرة الناس ديال أكادير بزاف كنحبهم وكنموت عليهم تحيه الناس ديال تات الراس بزاف 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 كنحبكم وكنموت عليكم والله يخلي لكم والديكم وهو
اليوتيوبرز اللي كيكون فيه جنون ولا فيه. انا تسمحوا لي نغني واحد الديسك، تسمحوا لي انا هو اللي غنات عليا اصاله يا ما قنون مش انا ليلى ولا من هواك ميلة والمحبك لي بحبك بس مسئله يا يا مجنون يا مجنون. انا مجنون هذا مجنون مجنون ما يقدوش عليه. تركبوا فوق الموجه ديالي دير راسكم تشمو فيكم طنطق الرق ما تعرفش داك الشيء ديالي واعر عليك ليه. شوف كله كونتيني كله يحترم كونتيني مزيانه مزيانه كله يحترم كونتيني ديالو زوينه. انا عمركم شفتوني مع شي واحد يوتيوبر؟ لا عطيهم الثقه مشيني كيهضروا كيديروا بزاف الحوايج على الموجات ديالهم ما كنركب حيت امواج ديالهم عباره عن موجه فيها الملحه. الى عمرتي خصك تمشي تشلل. انا ما كنبغيش نتشلل، انا كنبغي ندير المويه نغسل وجهي نغسلها وجهي بما حلو ونبينا عليه السلام. واخر كلمه غنقول لهم واخر كلمه غنقول لهم الجمهور المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، كي بقيتوا شتو مصطفى كي ما بقيتوا شتو مصطفى، الرساله ليكم اللي ليكم اليوم راه الناس تساعدوا معايا ووقفوا معايا جزيل الشكر لهم. الله يخلي لهم وليداتهم وصحيحتهم والله يشافي سيدنا. وعاشت الشرطه المغربيه اللي كتنصفنا وكتنصف جميع امه محمد. هو اليوتيوبرز اللي كيتنسى وكيبغي يخلق شي حاجه من عقله ودايره واحد الشخص اخر عرفوا راه ماشي 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 ضعيف تيكون اش غنقول لكم بلاش لا بلاش نقول لكم واحد الكلمه واحد المصطلح تيكون سمحوا لي تعطلت شويه كيكون واحد المصطلح بلاش نعطي ليكزومبل ديال لابيرتاج ديالو حيت انا محبوب المغرب. كيكون اش غنقول لكم كيكون كيكون لا لا كيكون الله يدير الخير وصلات المهم لا كي لا انا نقول خلوني نقول كيكون سمعك ديكسونير لا هزو هو ما بغاش تحفظ لي مزيان قول لي علاش حيت هو ما محفوظش راسه بعدا فهمتي كيكون حامض حامض حيد السلام عليكم.